كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. قالوا لي بان عندنا اش كيعيطوا له مضره والدبن بزاف وهذو الحجر الصحي ولا ديك الفرق ديال ديالو كيلقى الدبن بزاف فرق السيد الطوب هذا اسيدي. حنا هاد الناس هادو ما بغاوش يهزوا علينا هاد الروع عندهم هنايا هاد الكوري. حنايا منطقه حضاريه وهاد الناس هادو ما بغاوش يهزونا. كنهضروا معاهم مرارا وتكرارا. هاد الناس هادو ما بغاوش يهزوا هنا ما نتكلموا معاهم. هاد الناس هادو ما بغاش يحشموا مره. عندهم هنا الكسيبه، عندهم هنا الذبح السري. نهار العيد هنايا راك تعرف بنادم ستف هنا كيذبحوا كيعطيوها الحول ديالو سلوخ معدل. واش ما عرفناش حنا واش في منطقه حضريه او لا حنايا في اش كيعيطوا له منطقه قرويه. اللهم هذا منكر عندنا حنايا. شوف اخاي عندنا هنايا الدبان سرق الزيت الناموس البرغوت حتى البرغوت كيفوت علينا. حنا عينا ما نتكلموا اخي. حنا كنطلبوا من السلطات المعنيه شوف معنا في هذه المسائل اخي. حنا مضرين من هذا الشيء اللي هنا. هذا كوري في منطقه حضريه راه ماشي معقول. لا يعقل تيدخل علينا حنايا الدبان الناموس الوليدات الصغار. السيد كل مره غادي يهز بنته غادي يديها للطبيب ما عرفناش حنايا شنو. تشكينا منه سميتو هضرنا معاه حبيا قلنا ليه دير الدواء وهذه ولا تيسب فينا. وحنايا ماشي معقول اخاي. الا شي حاجه يشوفوا السلطات المعنيه تشوف مع هذا السيد هذا. حنايا نبقاو دائما هكايا ولادنا مراضين البر البرغوت البق داخل علينا الديور الدبان الناموس الحشرات كامله اللي كاينه في هذا الصيف ونبقاو حنايا حاضيين من مع ولادنا. حنا اخوتي كنطالبوا بهذا الشيء هذا يزول من هنايا. حنا مضرورين بزاف. هنايا عنده الروا عنده البقار عنده الحواله عنده الغلام عنده كسيبه كامله هنايا. حنا 20 عام وحنا ساكنين هنايا ومضرورين. عينا ما نهضروا عينا ما كنبغيوش نعملوا معاهم مشاكل. كنقولوا زعما ما خصناش شي مشاكل مع الجيران وكشي. هو ما بغاش يحشم. هضرنا معاه مشى كيهدد كيجبد الشاقور على الناس كيزبل في الناس اللي كيهضر معاه كيسب فيه. حنا ما بغيناش معاه نعملوا معاه. حنا قلنا نعملوا معاه الواجب يعني نمشيو للمخزن ونشوفوا شنو كاين. حنا كنعانيو من الوسخ وحاشاك الدبان الناموس البرغوت اللي قلتي عندنا في الدار نباتوا ونقيلوا نخملوا ونعملوا الشغل ديالنا. الناموس والدبان والبرغوت وسرق الزيت الحشرات اللي ما كايناش عمرنا ما شفناها في الديور ديالنا. حنا المهم كنطالبوا بهذا الشيء هذا يزول من هنايا وهذا الوسخ هذا يزول من هنايا. حنا اللي مضرورين بزاف هنايا عند الديور ديالنا قرابين بعد باش كيدخلوا للديور فهمتي. وهادشي هذا خصو يزول فهمتي. هادشي هذا خصو يزول. حنا كتشوفها شي الحالات فهادشي هذا ما خصناش يكون هادشي هذا مر. كنهضروا معاهم كيدابزوا معانا ما خصناش نصدع حنايا. خصنا يقزول هادشي هذا. هادشي اللي كنطالبوا. ها سبقنا تكينا وهادشي ما فهمناش ما بغيناش الحال واش كيدبروا عليهم ما فهمناش هادشي هذا شنو كاين. هضرنا معاه بالاداب وهذيك. حنا اللي ضروريين بزاف. كاين الجيران الاخرين تمشي تهضر معاهم ولا شي حاجه كيقول لك حنا بعادين علينا. حنا الدار ديالنا هي فين هي. هاد السيده اللي هضرات الدار ديالها هي فين هي. عندهم الروام ليه نعاود. وحنا خصنا هادشي يزول فهمتي يزول بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. هادشي اللي خصنا حنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.